السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين ومشاهدين سعودي أوتو. حلقة اليوم هنقدم لكم تجربة مميزة عن السيارة VF8 الكهربائية بالكامل، وإذا حابين تجربة وتشتروا أو أي معلومة ما غطيناها في تجربة اليوم أدخلوا موقع saudiauto.com.sa وعبوا الاستمارة تحت تجربة القيادة، وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. والحين تعالوا معايا نشوف تفاصيل هذه السيارة اللي سافرنا لها لفيتنام عشان نجربها. خليني أعطيكم نبذة مبسطة عن الشركة المصنعة فينفاست. قبل ما أتكلم عن تفاصيل السيارة خليني أعطيكم نبذة عن الشركة المصنعة اللي هي مجموعة فين جروب، لأنهم واحدة من أكبر التكتلات أو المجموعات التجارية الموجودة في فيتنام. عندهم شركات داخلة في التكنولوجيا والعقارات والرعاية الصحية وكمان حتى المدارس والجامعات أو التعليم بصفة عامة، وكان عندهم منتزهات وكل شيء مدمج وداخل في الشعب الفيتنامي. وفي عام 2017 فتحوا مجموعة فينفاست مصنع سيارات لهم، يصنع سيارات كهربائية ودراجات نارية ومركبات تجارية. وفي عام 2023 دخلوا السوق الأمريكي من خلال استثمار كبير 4 مليار دولار في إنشاء مصنع بولاية نورث كارولينا لإنتاج سياراتها الكهربائية للسوق الأمريكي. فينفاست VF8 هي سيارة كروس أوفر SUV تنافس في فئة الـSUV الكهربائية الصغيرة الفاخرة، سيارات مثل فورد موستنج ماك إي وهونداي أيونيك 5 وتسلا موديل واي. وأنا هنا أبغى أركز مقارنتها مع السيارة تسلا موديل واي لقربها كثير منها. تتوفر الفينفاست VF8 في الأسواق بفئتين، وأنا بتكلم هنا خاصة عن الأسواق الأمريكية لأنها ما توفرت في أسواقنا، ولسه إلى الآن ما أعلن عن أسعارها إن كان في عمان ولا الإمارات ولا قطر. فحاعطيكم أسعار أمريكا وإيش طبيعتها، حتعطيكم أنت خلفية عن السيارات هذه إيش أسعارها. طبعا الفرق بين الطرازين مركز في منظومة قوة الدفع والتجهيزات. الفئة الأولى إيكو وسعرها في أمريكا يبدأ من 46,000 دولار، ما يعادل 172,500 ريال، والفئة الفل اللي هي بلس وسعرها يبدأ من 51,800 دولار، ما يعادل 194,250 ريال. طبعا هذه الأسعار مثل ما قلت خاصة بالسوق الأمريكي وما تشمل الشحن والضريبة المضافة إلى آخره إلى آخره. فخلوكم متابعين معانا حنعلن عن الأسعار لما تتوفر عندنا في السعودية. أبعاد الفينفاست VF8 الطول 475 سنتيمتر، والعرض بتعطيك 193.4 سنتيمتر، والارتفاع 166.7 سنتيمتر، وطول قاعدة عجلاتها 295 سنتيمتر، وارتفاعها أو خلوصها عن الأرض 17.5 سنتيمتر. أبعاد السيارة بتعطي المصممين الحرية والإمكانية في تصميم شكل السيارة الخارجي ورحابة وسع المقصود من الداخل. وهنا نشوف شركة بنافرينا الإيطالية المعروفة بتصميم سيارات فيراري هي اللي صممت السيارة الفينفاست VF8. التصميم الخارجي للسيارة VF8 مثل ما قلت قبل شوي، الشركة المصممة للسيارة VF8 هي الشركة الإيطالية الرائدة في التصميم بنافرينا المصمم لسيارات فيراري. أنا شخصيا مش شايف أي شيء غير عادي في تصميم السيارة، كنت متوقع شيء واو، لكن تصميمها عادي جدا. الواجهة الأمامية أبرز مزاياها هو شريط الإضاءة زي ما انتم شايفين هذا اللي جاي على الشكل الحرف V يرمز لاسم الشركة فينفاست. الإضاءة كلها في الفئتين تيجي LED، الأضواء الأمامية أوتوماتيكية، وتعديل مستوى الإضاءة تلقائي بميزة أتبعني للمنزل، وأضواء نهارية وأضواء ترحيبية وكشافات ضباب كمان. ومن جانب السيارة أبرز مزاياها من الأعلى تيجي بفتحة سقف بانورامية تتوفر في الفئة بلس الفل فقط. وجنوط الفئة طبعا جنوط الفئة البيسيك إيكو تيجي مقاس 19 بوصة، وجنوط الفئة الفول بلس تيجي 20 بوصة. أعلى الإطار الأمامي هذا هو اللي خلينا نقول أعلى إطارات الأمامية جهة سائق السيارة، فتحة شحن البطارية أو غطاء فتحة شحن البطارية. واحدة من الأشياء غير المعتادة في السيارة VF8 هو
فتح ابواب السياره. عاده معظم السيارات الكهربائيه لما يكون مفتاح السياره في جيبك، بس تقرب من السياره السيارة أو الأبواب تلقائيا تفتح، لكن السيارة الـ VF8 في زر موجود هنا، هذا الزر لازم تضغطه عشان يفتح إيش؟ باب سائق السيارة، موجود على مقبض باب سائق السيارة، لازم تضغط عليه عشان يفتح الباب فقط، بقية الأبواب مش موجود فيها. في هذه الحالة لازم تفتح الأبواب عن طريق مفتاح الريموت كنترول تبع السيارة، وهذه ميزة صراحة أنا ماني شايف فائدتها. أفضل أنه لما أقرب عند السيارة كل الأبواب تفتح وتبان قدامي، تظهر قدامي اللي هي الإضاءة الترحيبية. ومن الخلف أبرز مزاياها هو الإضاءة الخلفية، زي ما تشايفين متصلة بشكل الحرف V. باب صندوق الأمتعة يفتح كهربائيا في الفئة الفول بلس. مساحة صندوق الأمتعة خلف ظهر المقاعد الخلفية 374 لتر، ولما نطوي ظهر المقاعد الخلفية تنطوي 60-40 وتعطينا مساحة وقدرها 1371 لتر، وتعتبر هذه الأرقام الأفضل في فئتها. القلب النابض منظومة الدفع للسيارة VinFast VF8 تجي من محركين كهربائيين مختلفين حسب الفئة. الفئة البيسيك إيكو محركها كهربائي مزدوج بيعطي قوة 349 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثواني، ومدى البطارية 425 كيلومتر، وشحن البطارية السريع الدي سي، طبعا هذا الدي سي بيعطيك من 10 إلى 70% خلال 31 دقيقة. ونظام الدفع على كل العجلات، والمحرك الثاني لفئة الفول بلس تعطي قوة 402 حصان وعزم دوران 620 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5 ثواني، ومدى البطارية 391 كيلومتر، وشحن البطارية السريع دي سي من 10 إلى 70% خلال 31 دقيقة. المقصورة الداخلية جلس 5 ركاب مرتاحين. الخامات المستخدمة في تصنيع المقصورة الداخلية فاخرة، من جلد نباتي في الفئة البيسك وجلد نباتي فاخر في الفئة الفول بلس. تجي جلد بني أو جملي أو أسود بحياكة أو خياطة جميلة على حسب الطراز أو الفئة. الجلسة عليها مريحة، وكمان جلد بني على الداشبورد على حسب الفئة، وزي ما انتم شايفين في هذه السيارة تجي جلد باللون الأسود، وهذا الشيء أنا شايفه مميز جدا أنه الداشبورد كمان موجود فيه حياكة وخياطة على أو ملبس بالجلد. لكن الشيء المميز في داخل المقصورة هو شاشة المعلومات والترفيه كبيرة، مقاس 15.6 من 10 بوصة في الفئتين، ومن داخل الشاشة تقدر تتحكم بكل الوظائف الموجودة داخل السيارة، زيها زي سيارات تسلا أو السيارات الحديثة الفاخرة الموجودة عندنا في السوق. والمفاجأة في الموضوع هو سهولة استخدامها، لأنه كان ناس كثير اشتكوا من سوء استخدامها في موديلات 2023، لكن موديل 2024 التعديلات اللي انعملت عليها خلت تجاوبها جدا سريع أو سريعة جدا مثل التلفون الجوال. وشاشة المعلومات والترفيه واحدة من المزايا اللي عجبتني أنا شخصيا في السيارة، مثل ما قلت استخدامها سهل وردود فعلها سريعة جدا وتعمل باللمس. على اليسار موجود هنا على اليسار اللي هي أيقونات فوق بعضها، في الأعلى الإضاءة فيك تخليها على أوتو أو تحدد إذا تبغى تخليها شغالة أو تطفيها، تحتها المراية الجانبية فيك تعدل المراية الجانبية وتتحكم فيها من خلال عجلة القيادة اللي موجودة هنا، تتحكم فيها بكل سهولة مثل سيارات تسلا حقيقة، وتحتها فيك تتحكم في تعديلات عجلة القيادة، ونفس الشيء من خلال عجلة القيادة فيك تتحكم فيها للأعلى وللأسفل وللأمام وللخلف، نفس الشيء في تسلا. وتحتها تعطيك تحكم بعرض المعلومات على القزاز الأمامي اللي هي شاشة الـ HUD، طبعا تعدل وضعية المعلومات بالاتجاه المناسب لك، وكمان نوعية المعلومات اللي تبغاها تظهر لك على الشاشة. وآخر آيكون موجود خاص بفتحة السقف البانورامية، تقدر تتحكم بفتحة السقف إذا كان متوفر في السيارة فتحة سقف بانورامية أو بالستارة الموجودة أسفلها. والشيء الثاني من خلال صورة السيارة الموجودة في اليسار تقدر تفتح باب شنطة السيارة كهربائيا، وغطاء الشاحن تقدر تتحكم بفتحه من خلال الشاشة كمان.
وفيك تسحب الشاشة لصورة السيارة وتعطيك معلومات إذا كان أحد الركاب مش رابط حزام الأمان، وتسحب صورة السيارة مرة تانية تعطيك معلومات اللي هو ضغط الهواء في الإطارات الأربعة. المقاعد الأمامية تتحرك كهربائيا بثمانية اتجاهات في الفئة البيسك و12 اتجاه في الفئة الفل، وتجي مدفأة في الفئتين، لكن الفل تجي مهواة مع ذاكرة. مقعد الراكب الأمامي يتحرك لستة وضعيات في الفئة البيسك، لكن في فئة الفل يتحرك بعشرة وضعيات، وتجي مدفأة في الفئتين لكن بميزة التهوية في فئة الفل. عجلة القيادة ملبسة جلد نباتي فاخر بميزة التدفئة في الفئتين، وتعدل يدويا بأربع اتجاهات في الفئة البيسك وكهربائيا في الفل مع ذاكرة. والحين تعالوا معايا نروح المقاعد الخلفية ونشوف راحة الركوب فيها كيف. الجلسة في المقاعد الخلفية الجلسة مريحة، مساحة جيدة للرأس والأكتاف والأرجل. طبعا لراحة ركاب المقاعد الخلفية وفروا مسند للذراع موجود هنا في الوسط، وداخله حاملة أكواب اثنين، ومنافذ USB موجودة هنا، اثنين تايب A واحد تايب C، ومنفذين أو فتحتين تهوية موجودة هنا لراحة ركاب المقاعد الخلفية. وكذلك نشوف وفروا جيوب خلف ظهر المقاعد الأمامية وأماكن للتخزين داخل الأبواب، وكمان موجودة إضاءة هنا في الأعلى للقراءة، ونشوف أنهم وفروا اللي هي مساند للرأس موجودة هنا، هذه طبعا لسلامة ركاب المقاعد الخلفية. هذه كل الأشياء اللي وفروها لراحة ركاب المقاعد الخلفية. انطباع القيادة وردود فعل السيارة، أنا شخصيا شايف أنه انطباع القيادة للVF8 جيدة جدا، سيارة كهربائية بمعنى الكلمة وعزمها قوي جدا، بس شايف انه في ردود شوية ثقيلة نوعا ما في زي ما تقول اداء السيارة بحد ذاته، وهذا يعني انا اعتبره مو عيب جذري، لانه معظم السيارات في الفئة هذه في بدايتها ممكن يحدث او يصير معها الشيء هذا، لكن اوفرول كعزم بطاريتها قوية جدا، عزمها قوي، والسيارة أداءها أداء جيد جدا، أو خلينا نقول أداء السيارة منافس جدا في فئتها مع أو مقارنة مع التسلا موديل واي. وعند المنعطفات ثابتة ومتوازنة جدا السيارة، فهذا شيء إيجابي في صالح VF8. صراحة أنا شايف أنه سواقتها جدا كويسة. ملاحظ شغلة تانية انه بس احنا عندنا السيارة هاي تيجي بالبانوراميك سانروف، في هواء او صوت الهواء داخل نوعا ما لداخل المقصورة، غير كده قوة وعزم وتوازن واداء السيارة ثابتة في المنعطفات، وادائها منافس جدا للمنافسين. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم من تجربة اليوم، وإذا حابين تجربة وتشتروا أو أي معلومة ما غطيناها في تجربة اليوم، أدخلوا موقع saudiauto.com.sa وعبوا الاستمارة تحت تجربة القيادة، وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هانوي فيتنام.